السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده صح في، فروحت للشات جي بي تي قلت له صباح الخير، قال لي صباح النور، قلت له انت عامل ايه؟ قال لي انا كويس كله تمام. فقلت له طيب انا عايزك تديني بقى تطبيق حلو قوي ينفعني في الاوجمانتد رياليتي الواقع المعزز. قلت له عايزك حاجة كده على ذوقك ما كنتش اعرفها قبل كده. فقال لي ماشي. فراح قال لي على الموقع دوت، تمام، شات جي بي تي هوت نصحني بالموقع دوت، الموقع التاني هنبقى نشوفه بعدين ان شاء الله. فعلا لما دخلت على البلاتفورم لقيتها جميلة جدا، بحيث ان انت ممكن تحط الاساس وحاجات خاصه بالصناعه وحاجات تانية كتيره زي ما نشوف مع بعض، وتبدا تشوف هل المساحه بتاعتها كويسه ولا لا. طب لو كويسه طب ممكن تحدد الدايمنشن بتاعتها، ممكن تحدد اللون، بحيث ان انت تتاكد ان انت لما تشتري الفرنتشر او الاساس وحطيتها هتطلع مظبوطه ولا لا. ففيها اوجمانتد رياليتي بالشكل دوت، ان انت المكان ما يكونش فيه الترابيزه وانت تبدا تتخيل لو انا حطيت الترابيزه ده هيحصل ايه. في شوية أساس كتير موجود فيها، في برودكت كونفيجريشن بعد ما تحطها تقدر إن أنت تغير الألوان بتاعت الحاجة، في إن هو يصمم لك البيت روم ديزاين، في إن أنت تشوف البرودكت الموجود، في إدارة للبيانات، في ديزاين للغرفة بتاعتك. ففي شوية مزايا حلوة، تمام، تقدر مثلا تحط ديت وتقدر أنت تشوفها في روم ديزاين لو انت عايز تصمم الغرفة. دي هي النظارة او الموبايل بيبدأ يوريك المكان اللي انت فيه، وفي نفس الوقت بيضيف لك المنتج اللي انت عايز تشوفه. تمام، اقدر انسخ اللينك دوت او بالموبايل اعمل سكان، تقدر تعمل سكان حتى على الفيديو دلوقتي وتبدأ ان انت تشوف العربية دي من جميع الاتجاهات، يعني قبل ما تشتري الحاجة او قبل ما تروح تبدأ ان انت هتشوف. تمام، انا لو جبت الجهاز ده هيبقى عامل ازاي في المكان هنا، تبدأ تخيل كأنك انت شاريه وموجود وما فيش حاجة اصلا. الروم ديزاين اهوت، وتقدر تختار الالوان زي ما انت عايز.